جودة النوم؟ هل في أنواع من الاضطرابات دي زي الواحد يقدر يعرف إنه بيعاني من اضطرابات النوم يعمل إيه ويستشير مين؟ هل الناس بتلجأ، يعني دايما نسمع إنه في ناس مثلا نومها خفيف وناس نومها تقيل، ويمكن يا دكتور حضرتك كنت بتتكلم قبل الفاصل عن أنواع اضطرابات النوم وجودة ساعات النوم، ودايما نسمع ان فلان نومه خفيف وفلان نومه تقيل، وناس بتنام والراديو والتلفزيون شغالين وحواليهم اصوات وفي الاضاءه وناس لازم تطفي النور. الناس لازم تفهم ان اهم حاجه في النوم هو حاجه اسمها سلوك النوم. سلوك النوم مرتبط بالحاجات اللي حضرتك بتتكلم عنها، اللي هو عدد الساعات اللي انا معتاد ان انا بنامها، المكان اللي انا بنام فيه، طبيعه الغرفه اللي انا بنام فيها، الوقت اللي ببدا فيه النوم بتاعي والوقت اللي انا بستيقظ فيه. العادات بتاعت استخدام السوشيال ميديا والالكترونيكس والحاجات دي كلها، الناس اللي بتصحى بالليل تدخن او بتاخد وجبات وترجع تنام تاني، العادات الشخصيه بتاعت الاكل بالليل والتدخين بالليل دي هل بتؤثر على جوده النوم وعلى عدد ساعات النوم؟ وانه ناس كتير يومها مقلوب، ما تلاقيهاش بتنام بالليل زي ما ربنا يعني قال انه النوم بالليل والعمل بالنهار. تمام، خلينا نتكلم على ايه اللي بينظم النوم. احنا قلنا ان في حاجه اسمها الساعه البيولوجيه او الايقاع البيولوجي، وده اللي مسؤول عن حركه النوم واليقظه بتاعتنا، وان هي بتحصل بشكل يومي متكرر خلال ال 24 ساعه اللي احنا بنبقى صاحيين فيهم. ايه اللي بيحصل فيهم؟ احنا عندنا درجه الوعي لازم نبقى نفهم ان النوم عمليه فسيولوجيه، بمعنى ان هي عمليه متكرره المخ بيقوم بيها او الدماغ بيقوم بيها كوظيفه، بحيث ان هو بيساعدنا ان احنا نستعيد الطاقه بتاعتنا وتتم بعض عمليات النقل الكيميائي وتنظيم الهرمونات وافرازها اثناء عمليه النوم. تمام، زي ما كانوا بيقولوا لنا واحنا صغيرين كده احنا بننمو واحنا نايمين. بالظبط، هرمون النوم بيفرز خلال النوم، وهرمون الشبع حتى، عشان كده الناس اللي عندهم مشاكل في النوم بتاعتهم عندهم مشاكل دايما في الوزن، يصحوا بالليل ياكلوا لا بالزياده او بالنقصان. بالظبط كده، لان هرمون الشبع وهرمون الجوع الاثنين بيفرزوا اثناء النوم، فالشخص كل ما يكون بينام نوم صحي هيكون قادر ان هو يحافظ على الوزن بتاعه. كمان الناس اللي عندها امراض الضغط او امراض السكر او الحاجات دي كلها، الافراز الهرمونات بتاعت المسؤوله عن تنظيم الضغط او مسؤوله عن تنظيم هرمون الانسولين بيتم افرازه ليلا، والتخلص من زياده الحساسيه للهرمونات الخاصه بعمليه التمثيل الغذائي. طيب احنا عندنا حاجات كتير مرتبطه وبيحصل لها ايقاع بيولوجي داخل الدماغ كتير، اهمهم النوم. فالنوم بيبدا عن خلال دوره النوم واليقظه بتاعتنا، بتبدا من خلال استقبال الاشعه بتاعت الاضواء بتاعت النهار اثناء اليقظة، عشان كده هم كانوا بيقولوا لنا نصحى بالنهار وننام ايه بالليل، وجعلنا ايه نهارا معاشا وجعلنا الليل لباسا. فده المسؤول منها ان احنا هننام بالليل ليه؟ لان المخ مع قله الضوء اللي وارد للعين في اثناء الليل بيفهم ان ده وقت الراحه ووقت النوم، فيبتدي بعمليات نقل كيميائيه اخرى اثناء النوم. الهدف منها ايه؟ التخلص من السموم الزائده، ضبط عمليه التمثيل الغذائي، التخلص من الخلايا السرطانية. فعشان كده الناس كل ما هتكون بتنام أحسن كل ما هتبقى صحتها أحسن. تقوية الجهاز المناعي، الجهاز المناعي بتاع الشخص بيقوى أثناء النوم، فكل ما الشخص هيبقى عنده جهاز مناعة قوي هيكون قدرته على مقاومة الأمراض أو التخلص من الأوبئة والأمراض بيكون أفضل. فعلشان كده مهم جدا إن الناس تكون بتنام قدر كافي من النوم. كمان عملية التعليم والمذاكرة في حد ذاتها مرتبطة فعلا بعملية النوم، لأن تكوين الذاكرة وعملية التخزين وتصنيف المعلومات بيتم أثناء النوم. عظيم. فالشخص كل ما يكون بينام عدد ساعات كافي هتكون صحته بالنهار أفضل، وبالتالي احنا لازم نفهم ليه إنه النوم مهم، لأن ربنا خلقنا بننام تقريبا تلت عمرنا. احنا عدد ساعات النوم قلنا بيختلف من الوقت، لكن في المعتاد في البالغين بيبقى من 6 ل 8 ساعات، أما أجي أحسبهم في بالنسبه من 24 ساعه هلاقي الانسان بينام تلت العمر بتاعه. اكيد طبعا ده ربنا خلقه الوظيفه، ولازم نحافظ على الوظيفه دي بحيث انها تكون موجوده. النوم لما بيتكون زي ما قلت لحضرتك ان هو بيتكون من خلال مراحل معينه، كل مرحله بيكون لها اهميه معينه. النوم اللي هو المرحلتين الاساسيين بنسميها النوم المصحوب بغير حركه العين السريعه، والنوم المرحله الثانيه اللي هي المرحله المصحوبه بحركه العين السريعه. المرحله الاولى دي بيبتدي ان فيها نشاط المخ يبتدي يقل، ويبتدي الجسم يتهيأ انه يوصل لمرحله النوم العميق اللي هو بيخلي الشخص يقوم من النوم الصبح حاسس انه نام وفايق ومرتاح، ويحس ان هو عنده طاقه جديده يبدا بيها اليوم بتاعه الجديد. يعني يا دكتور انا لو قمت حاسس ان انا تعبان ومجهد يبقى انا ما دخلتش في النوم العميق اللي حضرتك بتتكلم عنه ده. بالظبط كده. يبقى انا هقوم جوده النوم، هو النوم مرتبط بعدد ساعات وبجوده النوم. يعني ممكن الناس حتى في تصنيفات الناس بنسميهم شورت سليبر ولونج سليبر، ناس بتنام عدد ساعات قليله وناس بتنام عدد ساعات
كتيره. الهدف النوم الكتير ده برضو ممكن يبقى مضر، وهنتكلم مع حضرتك بالتفصيل عن ده. بالظبط، ممكن يبقى جزء من النوم. ناخد راي دكتور احمد عصمت، استاذ المخ والاعصاب بجامعه الازهر. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. اهلا مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا دكتور. ازاي النوم ممكن يضرني لو انا بنام ساعات كتيره، او في ناس بتهرب يعني من مشاكل كتير ومن تفكير وقلق بانها تنام كتير جدا، او كمان زي ما كنا بنتكلم انه في ناس بتنام 3 4 ساعات وده معدل نومها الطبيعي، لكن بعد فتره بتحس بالاجهاد والتعب وانها يعني مش قادره انها تعمل اي حاجه من الوظائف الطبيعيه اللي هي المفروض تؤديها. برحب دكتور امجد طبعا، استكمالا للكلام اللي هو قاله. هو طبعا احنا النوم بيمثل في حياه الانسان 40%، وده نسبة كبيرة جدا. عشان كده احنا الاهتمام بموضوع النوم ومشاكله دي حاجة مهمة، والأمراض اللي بتحصل اللي بتعمل مشاكل في النوم لازم نديها اهتمام كبير شويتين. احنا ازاي نشخص مرض النوم؟ في تقنية حديثة احنا بنسميها معمل النوم. نقدر عن طريقها ان احنا نسجل الاضطرابات اللي بتحصل خلال فترة النوم كلها، وبكده نقدم حل وعلاج. طب هل الحل والعلاج ده متعلق بس بأمراض المخ والأعصاب؟ طبعا لا، في امراض كتيره متعلقه بالانف والاذن وامراض التنفس بتاثر على موضوع النوم. احنا بقى بالتقنيه دي نقدر نفيد العيان ونشخصه ونوصل لعلاج كويس يفيده ويريحه من المشكله دي. عظيم. طب يا دكتور معلش عايز اسالك، امتى الواحد يتجه لمعمل النوم ده او عياده النوم ده؟ يعني ايه الاعراض اللي المفروض تحصل له فهو يحس اني خلاص محتاج اروح لهذا المكان، علشان لو في قياسات متبعه معينه لقياس جوده النوم، درجه اضطراب النوم اللي عندي، اروح امتى؟ ده سؤال مهم جدا. مش كل شخص عنده مشكله في النوم او ما بينامش نقول له يلا نعمل لك عمل نوم، لا. لكن في اعراض مهمه هو ممكن يشتكي بيها، ساعتها نوجهه يعمل الدراسه دي. اللي هي زي ايه بقى؟ زي مثلا شخص قال لك انا بمشي وانا نايم، ان في البيت حد صحي لقى ماشي وهو نايم، فتح باب الشقه ونزل، وممكن كمان يحصل مشكله بسبب الكلام ده. او حد مثلا وهو نايم بيجي له خناق يقوم من النوم في عز النوم مخنوق، او حد مثلا وهو نايم بيعمل حركات بايديه ورجليه، او انسان بيتفزع كتير وهو نايم، اثناء حد مثلا بيجي له نوبه تشنج او صرع اثناء فتره النوم. دي حاجات مهمه احنا ممكن نستخدمها. طب والكلام وهو نايم يا دكتور؟ لانه دي بنسمعها من ناس كتير، انه فلان مثلا بيتكلم وهو نايم. تمام. بص، الدراسه دي بقى اهميتها انها تشخص الكلام ده وتكشفه. بمعنى ان احنا عندنا جهاز ممكن نركبه على جسم الانسان. الجهاز ده بيتوصل بحاجه اسمها مجسات. في حاجه بتوصل على الايد والرجل والبطن، وليها اسلاك بتتحط على فروه الراس على الدماغ عشان تسجل اضطرابات كهربيه المخ. كل ده، وكمان مش كده وبس، ده احنا كمان في اجهزه ممكن المريض نفسه ياخدها معاه البيت. يعمل الفحص ده وهو نايم بالليل في بيته. بس هو الاصل طبعا دلوقتي في مراكز متخصصه وفي اماكن مجهزه يقدر ان هو يعمل الكلام ده فيها، ويبقى طول فتره النوم بتاعته. يجي حد يقول لي طب انا مثلا بشتغل بالليل بالنهار ومش بشتغل بالليل، ممكن جدا نعمل الدراسه دي. طبعا تجهيزات الدراسه دي مهمه وليها طرق معينه بحيث العيان يقدر ينام كويس. يعني مثلا بقول له بلاش تشرب شاي او قهوه في الفتره اللي انت هتنام فيها، او في نفس اليوم اللي انت هتعمل فيه الدراسه. حاول ان انت تكون مرتاح في اليوم دوت، تبعد عن التدخين في الفتره ديت، عشان نقدر نوصل لتشخيص مظبوط عن طريق التقنيه دي. وزي ما قلت لحضرتك احنا بنحلل بقى الدراسه دي بعد ما المريض ينام الفتره اللي هو نامها ديت، وسجلناها بالجهاز. نقدر نشوف بقى الحاجات اللي حصلت له، هل في تغيرات في التنفس، هل في مشكله في كهربيه المخ، هل في مشكله في حركه ايديه، هل المريض ده صحي كتير، هل المريض ده قام يتحرك، هل حركه ايديه ورجليه فيها مشكله. وزي ما كان بيقول دكتور امجد احنا ممكن كمان بنشوف مراحل النوم نفسها، مراحل النوم المتعدده اللي الانسان بيمر بيها، هل في خلل في فتره من الفترات دي او مرحله من المراحل دي ولا ما فيش؟ بكده ممكن نوصل للمشكله ونعرف ايه سببها ونعالجها بكل سهوله. طيب يا دكتور ايه مساله دورات النوم؟ لو نشرح للناس ده. بصي، هو النوم عندنا ليه مراحل، 4 مراحل. في مرحله اولى، مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، مرحله رابعه. المراحل دي بتتنقل، يعني المريض بيخش من مرحله لمرحله ويرجع تاني. بمعنى مثلا في مرحله مثلا المريض بيحلم بيها، مرحله الاحلام. دي مرحلة مهمة جدا، اللي هي مثلا خاصة بالمرحلة الرابعة. في مرحلة تانية مثلا المريض فيها مثلا أحيانا بيشتكي ويقول لك ده أنا بيحصل لي الشخير جدا، الشخير في الفترة ديت، وبصحى واللي حواليا بيقول لي أنت بتشخر وأنت نايم، دي مشكلة كبيرة. دي بتحصل مثلا في المرحلة الثالثة. في مثلا مرحلة تانية دي مدتها حوالي تقريبا 15 دقيقة. دي برضو مرحلة مهمة. في مرحلة أولى اللي هي الاسترخاء، بتاخد تقريبا من دقيقة لخمس دقائق. كل دي مراحل مهمة لازم الشخص يمر بيها الطبيعي. ولو ما دخلش فيها واتسجلت في الجهاز ده هيحصل بقى مشكلة منها. زي مثلا واحد بيقول لك أنا ما بحلمش، لا أنا الليل أو بحلم ومش صاحي مش فاكر أحلامي، أو بحلم ومش صاحي فاكر أحلامي.
فاهمه يعني في بتبقى ناس كتير ليها يعني مشاكل بسبب فتره او مراحل النوم. احنا بنقدر نشخصهم ونعالجهم كمان بكل سهوله ان شاء الله. طيب عايز اعرف من حضرتك بعد هذه القياسات هل بيتم وضع بعض البرامج لمعالجه اضطرابات النوم؟ بالظبط، دي خريطة العلاج، دي خريطة العلاج. يعني مثلا في بعض الناس اللي بيجيلهم نوبات الصرع اثناء النوم، احنا بنديهم بقى ادويه للصرع، لان في نوع من انواع الصرع بيحصل اثناء فتره النوم بس. بالمناسبه كمان جهاز معمل النوم ده بيبقى فيه كاميرا متوصله في الاوضه اللي هو نايم فيها بتسجله، بتخليه هو يعني بيسجل اللي بيحصل وهو نايم، وكمان بيبقى فيه حد قاعد معاه في الاوضه، ممرض مختص، عشان لو هو احتاج اي حاجه في وقتها او صحي او حب يتحرك او حب يدخل التواليت او حاجات زي كده نقدر نساعده. الموضوع بيبقى ما فيش فيه ارهاق ولا مشكله للعيان، بالعكس ده في عيان بيقول انا عايز اعمل الدراسه دي عشان اوصل للمرض بتاعي. فبقى الموضوع يعني مشجع، ما فيش فيه مشكله، وحاجه امنه يعني حاجه بسيطه، ده فحص بسيط، ما بحتاجش ان انا اعمل اي اجراءات صعبه او حاجه مثلا فيها ارهاق على العيان والكلام ده. وزي ما قلت لحضرتك في مراكز متخصصه ووحدات في الجامعات فيها الكلام ده موجود ومتوفر، المرضى بتيجي تعمل الكلام ده وتوصل للتشخيص والعلاج بسهوله. طب هل في فئات عمريه يا دكتور بنتيجه هذه الفحوصات والابحاث، هل في فئات عمريه معرضه لمساله اضطرابات النوم اكثر من فئات اخرى؟ وظائف معينه مثلا الناس اللي بتشغلها بتعاني من اضطرابات النوم عند الاناث عند الرجال؟ بصي هو الموضوع متفاوت يعني في الحقيقه، يعني بس في اطفال كتير بيبقى عندهم مشاكل في النوم، في ناس يعني شباب بيبقى عندهم مشكله، في ناس عواجيز بيبقى عندهم مشكله، يعني كل الاعمار دي عرضه للكلام ده. طبعا ظروف الحياه والضغوط النفسيه اللي الانسان بيمر بيها بتكون عامل اساسي طبعا المشكله دي تتفجر يعني وتبقى قدامنا. فيعني طبعا اللايف ستايل بيبقى ليه دور في الموضوع دوت، المشاكل النفسيه اللي الشخص بيمر بيها، المشاكل العضويه الاخرى زي ما قلت لك ان في امراض ثانيه بتصيب الانسان بتتم المشكله في موضوع النوم زي امراض الجهاز التنفسي وامراض الانف والاذن، دي حاجات برضو بتبقى ليها عامل مهم قوي في الموضوع دوت. عظيم، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد عصمت استاذ المخ والاعصاب بجامعه الازهر، شكرا جزيلا يا دكتور. اعود لحضرتك يا دكتور امجد، ولو تقول للناس كده نصايح تساعدهم في مساله النوم ده، ازاي احصل على عدد ساعات النوم الكافيه بجوده النوم المطلوبه؟ طيب. علشان اقدر اقوم يبقى عندي النشاط المطلوب خلال اليوم. احنا قلنا 70% من العلاج للاضطرابات بتاعه النوم هي الارتباط او تحسين سلوك النوم. سلوك النوم مقصود بايه؟ مقصود بيه ان انا هعرف ازاي احسن جوده النوم بتاعي من خلال ضبط عدد ساعات النوم بتاعتي، ان انا اصحى في مواعيد ثابته وانام في مواعيد ثابته، اللي هي بسميها تصحيح الايقاع البيولوجي بتاع الساعه البيولوجيه الخاصه بينا. فانا بنظم العدد الساعات اللي بصحى فيها، يعني كل يوم بنام في ميعاد ثابت وبصحى في ميعاد ثابت. احيانا بعض الناس يقول لك انا ما بعرفش ادخل في النوم، هقول له ما فيش مشكله، احنا عندنا ممكن ساعه الدخول في النوم، لان بتبقى المشكله احيانا زي ما حضرتك قلتي هي الارق او صعوبه الدخول في حد نوم في النوم في بدايه النوم في حد ذاته. فالشخص لما يجي يخش في النوم يبقى ما يقدرش يتحكم في ده، بيسموها السليب لاتنسي، ان انا هدخل النوم بعد ايه، انا المفروض ان انا بدخل النوم في خلال من 10 ل 20 دقيقه وبعد كده اكمل في مراحل النوم بتاعتي. الناس بتقول لك لا انا ما اعرفش ادخل في النوم، لكن ساعه الاستيقاظ بتاعتك انت تقدر تتحكم فيها كويس، انك تظبط منبه هتخلي حد يصحيك فتبتدي. كل ما هنظم ساعه الدخول والخروج في النوم بيبتدي المخ يرجع يعيد الضبط بتاع الساعه البيولوجيه بتاعته، وده بيساعده ان احنا نبتدي نظبط عدد ساعات النوم بتاعتنا. اتعرض للشمس بالنهار، لازم تتعرض لضوء كافي اثناء عدد ساعات النهار، عشان كده الاستيقاظ مبكرا من ضمن الحاجات الكويسه جدا اللي تقدر تخليك انك تقدر تحصل على قدر كافي من النوم المريح بالنسبه لك. الحاجه الثالثه ان انت تتجنب الانشطه الرياضيه الثقيله او الوجبات الثقيله برضو، او تناول المشروبات اللي فيها كافيين قبل النوم على الاقل بساعتين. فلازم الشخص يبتدي اتجنب الشاشات الالكترونيه. مش شاي ويدخلوا ينام. دي حاجه من ضمن العادات عشان ننام عشان نحلم كويس. طيب اتجنب الشاشات الالكترونيه، استخدام الهواتف او التواصل بتاع السوشيال ميديا. في ناس دلوقتي يعني الناس دلوقتي ده بيقول لك اتفرج على حاجه كوميدي قبل ما تنام. لا ما تتفرجش على حاجه قبل ما تنام. فيديوهات ليها علاقه بالحيوانات الاليفه مثلا، الحاجات دي ما بتساعدش ان انت تنام؟ لا ما ساعدش الحاجات دي، لان الحاجات دي بتدي اولا كل الشاشات الزرقاء التليفونات والحاجات دي كلها بتخلي المخ يفهم ان لسه في نوع من انواع الاضاءه بيوصل له، فتخلي افراز الميلاتونين اللي هو مسؤول عن البدء في عمليه النوم يقل. فطول ما المخ بيوصل له اشارات من الضوء
تنظيم عملية النوم بيبقى قليل جدا. فده مهم جدا، ما ينفعش ان انا استخدم حاجه قبل النوم، ده عادات غلط، وبعد شويه بيحصل النوم بتاعه يبقى متقطع. طب في اكلات معينه لو كلناها قبل النوم تساعدنا ان احنا ندخل ننام؟ مثلا ناس بتقول كل موز بالليل مثلا. الاهم الاكل السوائل، ان الشخص يكون بيحصل على قدر كافي من الميه اثناء النهار، لان ده بيهدي جسمه، بيخلي الدوره الدمويه عنده تكون منتظمه. النقطه الثانيه ان انا ما اعملش اي حاجه فيها نوع من انواع التفكير. في اغلب الناس بتقع في، يقول لك انا ساعات ما ادخل السرير كل الافكار وكل الحاجات اللي في الدنيا وفي اليوم كله بتاع ابتدي افكر فيها اثناء النوم. لا، سيادتك خصص وقت للنوم للتفكير اثناء النهار عشان تبقى بعيد عن الدخول في النوم، فتقلل الاسترس اللي واقع عليك. كمان كم المجهود اللي انت بتبذله بالنهار، كل ما هيكون كم المجهود بتاعك قليل وقادر تنظم نفسك ومبقاش في عبء ثقيل على جسمك او على ذهنك، هتقدر تدخل في النوم بسهوله. دي الحاجات اللي احنا ممكن نقدر نسبق بيها. ده بالعكس بقى، احنا فاهمين العكس، ان طول ما انت بتعمل مجهود كبير طول اليوم هتنام بالليل وانت مش قادر يعني تفكر في اي حاجه، مهدود فهتنام. لا بالعكس، المجهود الزايد ده بيخلي الجسم في الم، والالم بيبقى مزعج للبني ادم، ما يخلوش يعرف ينام. فعشان كده المفروض الانسان ما يعملش حاجه، لان الواحد ممكن حتى من كتر الالم ما يقدرش ينام. وبعدين ممكن حتى الناس اللي بتنام كتير يقول لك من كتر النوم عضلات جسمي تعبانه، قايم تعبان برضه بالظبط كده. فلازم الموضوع يبقى منظم، ما ينفعش يبقى في عدد ساعات نوم زياده ولا عدد ساعات نوم اقل. كل شخص له عدد ساعات النوم المعتاده بتاعته، يعني طبيعه النوم بيختلف من شخص للتاني. الشخص امتى يتوجه لطبيب؟ يتوجه لطبيب اذا كان عنده مشكله في بدايه النوم او مشكله في انتظام النوم، في عدد ساعات النوم، النوم بتاعه يكون متصل ومريح وهادئ، او ان الشخص يكون عنده مشاكل في الاستيقاظ، انه بيصحى بدري قبل ميعاد الشغل بتاعه بكتير او قبل الميعاد المعتاد بيه بالنسبه له. الاضطرابات النفسيه في المراحل العمريه يتوجه لطبيب يا دكتور، ما ياخدش ادويه من نفسه؟ لا طبعا، دي نقطه مهمه جدا. لا اغلب الناس حاليا بتيجي وقع في المشكله، هو بيجي له اوريدي ماشي على دواء، يجي يقول لي انا جربت كل حاجه ومش عارف اوقف العلاج ومش عارف اعمل ايه. ما هو سيادتك خدت ادويه اثرت على الطبيعه اللي ربنا خلقك بيها، والمشكله ان هو ممكن يكون خد ادويه فيها اعتماديه او فيها تعود، وابتدى يخش في نوع من الادمان او التعود عليه. عشان كده بنقول يا جماعه احنا اول حاجه نعملها ايه؟ ان احنا نروح للطبيب نعرف ايه سبب المشكله، لانه مش كل واحد ما نامش يبقى عنده مشكله. في بعض الامراض العضويه احيانا ممكن تخلي الشخص ما يعرفش ينام كويس. تمام؟ ودي نقطة مهمة جدا حضرتك قلتها يا دكتور، ان الموضوع يكون عرض لمرض تاني. عرض لمرض تاني. احنا عندنا 50-70% من الناس اللي عندهم اكتئاب ما بيجيش يشتكي ان حالته النفسيه سيئه او ان عنده حزن او ان هو مش قادر يتعامل مع الناس. اكتئاب، خوف، قلق، كل الحاجات دي بتترجم في النوم. اغلب الاضطرابات النفسيه، اصل النوم ده وظيفه من ضمن وظائف الدماغ، لما بيحصل فيه لخبطه بيبتدي بقيه الوظائف التانية تتلخبط، فعشان كده هنلاقيه في الاكتئاب. ممكن الشخص بتاع النوم يقل او يزيد، في القلق في الغالب الشخص بتاعه متقطع، او ممكن الشخص في احيانا الناس يبقى عندهم قلق يجي يقول لك انا بنام في اي وقت. وفي ناس كتير تيجي تقول لك انا بنام كتير عن المعتاد بتاعي لما اكون عندي مشكله نفسيه او في حاجه ضغطاني، فنقول عليهم بيهربوا بالنوم او بيحط همه في الاكل، فتلاقيه بياكل كتير. فاحيانا يكون النوم هو العرض الممثل للشخص في الاضطراب بتاعه، بمعنى ايه؟ ده اللي هيجيبه العياده. هيروح لطبيب مين؟ هيروح على حسب الشكوى بتاعته. يعني مثلا الاضطرابات اللي حضرتك ذكرتيها اللي هو المشي والحركه اثناء النوم، ده شائع اكتر في الاطفال، فاللي هيشوفه اكتر دكاتره الاطفال. بس احنا لازم نستبعد ان وراهم سبب بيولوجي زي ما الدكتور احمد ذكر وقال ان ممكن يبقى فيه سبب في البرين او في نشاط المخ او في النشاط الكهربي بتاع المخ، ويكون ده هو السبب اللي عامل لنا النوم المتقطع، ان هو بيصحى بتجيله نوبه تشنجات فيصحى بعد النوبه، او الشخص ده عنده بستراكتيف سليب ابنيا اللي هو الشخير، او عنده انقطاع النفس بتاعه فبيصحى كل شويه، او عنده فزعات الليل. الناس اللي بتصحى تيجي ام تقول لك الطفل بالظبط تيجي تقوم تقول لك الطفل بيصحى بالليل يصرخ ويعيط ويبقى حرقان وضربات قلبه سريعه ومش عارف اعمل له ايه، ويفضل على كده 10 دقائق ربع ساعه وبعدين يكمل النوم بتاعه تاني. او تيجي تقوم تقول لك الطفل او الشاب بيتحرك وهو اثناء النوم، بيقوم يمشي يعمل نشاط هادف، يغير هدومه، يفتح دولاب، يفتح عاوز ينزل من الشقه، بيتكلم، يلف في مكانه كانه بيعمل اي سلوك، وبعدين يرجع يكمل النوم بتاعه تاني. هل الشخص ده محتاج علاج او محتاج ايه؟ اغلب الناس دول بيبقى عندهم خلل في المرحله الثالثه من النوم. وده بيتم تشخيصها من خلال معمل النوم. لما بيجي الشخص بيبتدي ينام في المعمل بتاع النوم والاجهزه ترصده، بنلاقي ان دخوله في الحركه اللي هو في اثناء النوم دي ما يكونش عنده نشاط حركي موجود، بنلاقي في الفتره دي ان هو المخ بيتعامل كانه في حاله يقظه. فبنقول هنا للشخص ان انت عندك مشكله، يعني ما عندناش علاج، ما عندناش سبب واضح ليها محدد ليها، لكن هو بقى فيه خلل في المرحله الثالثه بتاعه النوم، والموضوع ما بيأثرش عليه في حياته. اغلبهم بيختفي مع تقدم السن، يعني بيبتدي في الطفوله عند 3-7 سنين في الغالب، ومع كل ما بيكبر بيلاقي الموضوع يبتدي يقل شويه.
فدي الحاجات اللي هي الشائعه اللي احنا بنشوفها في اضطرابات النوم، من ضمن الحاجات اللي هي كمان التبول الليلي او التبول اللا ارادي عند الاطفال اللي بيظهر اثناء النوم فقط. كل دي حاجات، او حاجه اسمها حركه الرجل الغير مريحه اللي هو الشخص يقول لك طول ما انا نايم قاعد احرك في رجليا ما اعرفش ادخل في النوم الا ما اقعد اهز في رجلي. دي احد الاضطرابات اللي هي بتظهر اثناء النوم واللي ممكن تتعارض مع جوده النوم او الراحه. فالشخص لو عنده اي مشكله هيراجع طبيب الاعصاب او الطبيب النفسي، بحيث ان هما الاثنين دول بيساعدوه ان هما يكتشفوا الاسباب الخفيه وراء اضطراب النوم. فاضطراب النوم ممكن يبقى اولي، يعني مشكله فعلا في الساعه البيولوجيه او في السيركاديان ريزم اللي هي دوره النوم واليقظه بتاعت الشخص، او ممكن يكون في الغالب سبب ثانوي لحاجات تانية سواء كانت امراض نفسيه او امراض عدويه. وبعض الامراض العدويه مثلا الناس اللي عندها خلل في الغده الدرقيه، الناس دول عندهم تقطع بالظبط، تقطع في النوم. الناس اللي عندهم مشاكل في ضغط الدم مثلا وبياخدوا ادويه مدره للبول هيلاقي نفسه كل شويه بيروح للحمام كتير. الناس اللي عندها مشاكل في البروستاتا او في الجهاز البولي بتاعها والحاجات دي كلها هيلاقي انهم متقطع بسبب حاجه. الناس اللي عندها سمنه اللي عنده صعوبه في انتظام عمليه التنفس، فالشخص ده هيبقى مش عارف ينام كويس، فمحتاج ان هو يقلل الوزن بتاعه ويحسن يقوي، ممكن يستخدم بعض الحاجات اللي تساعده وياخد نفس كويس وهو نايم مرتاح، بحيث ان هو جوده النوم بتاعته تكون بالتأكيد احسن. جوده النوم وعدد ساعات النوم يا دكتور بتفرق جدا في صحتنا يعني العقليه والجسمانيه. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور امجد جبر، استاذ مساعد الطب النفسي بجامعه الازهر. شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا يا دكتور النهارده.